السادة الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب والمقامات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جماسو كاموا كونغا مالما ميا مالما نيرو لاليودي، يسعدني ويشرفني أن أكون أمامكم في هذه المشاركة العلمية. وفي هذه المشاركة العلمية أتقدم بالشكر الجزيل للعتبة العباسية المقدسة، وأيضا إلى مركز الدراسات الإفريقية الذي أتاح لي هذه الفرصة الثمينة. غاوة أدين يا جماسو كاموا كونغا أتبا عباسيارو أسكرينيين كرو مركز الدراسات الإفريقية رو أسكرينيين، وأتقدم بالشكر والتقدير بالامتنان للقائمين على هذا المؤتمر، وإن كان شكري قاصرا أدعو الله أن يجزيهم خير الجزاء. بمناسبة عيد الغدير، عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، أتقدم بأحلى التهاني وأجمل الأماني، وأسأل لكم عاما مليئا بالنجاح والتوفيق. العنوان بالإنجليزية: The importance of state administration in Islam, the caliphate of Imam Ali عليه السلام as a good example. أما بعد، من المعروف أن قيادة المجتمع والأمة تقع على عاتق الطبقة التي تتمتع برشد سياسي ووعي فكري هادف ينطوي على رؤية دقيقة وشاملة لجميع جوانب الحياة، بحيث يمكن من خلال هذه الطبقة الواعية الراشدة بناء مجتمع متكامل تتضح فيه معالم التطور والتقدم شكلا وكيفية وطريقة وتنفيذا للوصول إلى الرقي والانفتاح. وينبغي أن تتحلى هذه الطبقة القيادية بسمات عالية جدا من التفكير العميق والحل الدقيق لكل المعضلات والمعوقات الكبيرة التي تقف عائقا في بناء دولة. ولكن قد تعتري طريق إدارة الدولة في مجتمعاتنا بعض المشكلات واللهنات لأسباب خارجية أو داخلية لا تتمكن النخب القيادية معها من الخروج من مأزقها، أو ربما تكون النخب السياسية هي السبب في هذا الخروج في هذا التلقي لتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، فتنحرف عجلة مسيرة الدولة عن مسارها الصحيح، وهذا ما يعود بالضرر على المجتمع عامة لمال الدولة من تأثير مباشر على حياة الناس. فينبغي في ظل هذه الانعطافات الخطيرة أثر الأمة والجماهير والشخصيات المهمة والفاعل في إصلاح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ضمن مبدأ العدل والمساواة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الثوابت الإسلامية، والتي تجسدت بأدق معانيها وتفاصيلها بشخصية إمام علي عليه السلام في إدارته للحكم وقيادة الرعية. تتمحور مباحث ومطالب ومسائل هذا البحث حول كيفية إدارة الدولة وأهميتها في المجتمع الإسلامي بوصفها ضرورة اجتماعية بشكل عام، وعن إدارة الدولة عند الإمامية بشكل خاص، وتحديدا خلافة وقيادة الإمام علي عليه السلام للدولة الإسلامية في تلك المرحلة، فضلا عن إظهار التعامل مع غير المسلمين في ظل التنوع الديني في تلك الحقبة من خلافته عليه السلام. فاستهل البحث فيها ببيان مفردات العنوان يا هو الإدارة الدولة في اللغة والإصطلاح، مع بيان بعض الألفاظ ذات الصلة
والتي لها علاقة مباشرة في البحث وتوضيحها بشكل مفصل التدبير السياسة السلطة الحكومة ولكي يتضح الإطار النظري والمعرفي لمسائل الدراسة وأبحاثها تناول الباحث في هذا البحث بعض الموضوعات التي لها أثر التي لها أثرها في إضاءة جوانب الموضوع وهي مسألة الدولة والحكومة بوصفها ضرورة اجتماعية وإنسانية وحاجة فطرية قد أقرتها الشريعة الإسلامية. أربع دقائق بعد إذن الشيخ. وكما من الواضح لدى أغلب المهتمين بالسيرة السياسية لإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام وجدوه ركز جهوده في إعادة تأهيل وتنقية المجتمع الإسلامي من الرواسب الفكرية والمكتسبات الخاطئة وذلك عن طريق غرس القيم الإنسانية وزرع روح المودة والانسجام بين الناس وحاول جاهدا أن يظهر مبدأ التسامح والرحمة حتى مع الذين رفضوه وامتنعوا عن بيعته ولكي تكتمل صورة هذه الدراسة بوصفها دراسة في الفقه السياسي كان لابد من البحث الحديث عن مشروعية إدارة الدولة وعن شخصية الإمام علي عليه السلام في قيادة الأمة كان لابد من عرض جملة من الأدلة والمبادئ والأسس القرآنية التي يعتمد عليها في الاستدلال وكما كان للسنة الشريفة نصيبها الوافر في البحث في شخصية الإمام علي عليه السلام ودوره بصفته قائدا يعمل ضمن مبدأ روح الإسلام ومقاصد الشريعة تلخص هذا البحث في نهاية مطاف الأبحاث والاستدلالات والنقد والإبرام إلى عدة نتائج مهمة أولا أنها محاولة لبيان مسألة من مسائل الفقه السياسي التي تفتقر إلى مزيد من الدراسات والأبحاث لا سيما فيما يخص التغيرات السياسية المستمرة في المجتمعات الإسلامية ثانيا يمتاز الفقه الإسلامي بالمرونة والقدرة على استيعاب المستجدات والمستحدثات على الساحة الاجتماعية والسياسية وغيرها وإيضاء الحلول للمشاكل التي يبحث عنها المجتمع الإسلامي ثالثا يؤمن الفقه الإسلامي بضرورة إقامة الدولة بوصفها حاجة ضرورية إنسانية ومجتمعية وحاجة ملحة لتلبية المتطلبات الضرورية للناس في الأمن وإشاعة العدل والنظام والعيش الكريم رابعا تأثرت النظرية الإسلامية بصورة واسعة بالاختلافات الفقهية والفلسفية والعقدية بل وحتى السياسية بين المسلمين ما أثر كثيرا على الواقع السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية بعد دقيقة شيخ زدني دقائق بقي 5 دقائق على مختلف النظريات الإسلامية في فلسفة الدولة يبقى للأمة والجماهير أثرها الفعال سواء أكانت تعتمد الجماهير أساسا لقيام الحكم على نظرية كنظرية الشورى أو على غيرها كنظرية النص سادسا كانت للأمة آلياتها وأساليبها في الضغط على ولاة الأمر وهي مراقبة الأمة للحكومة ونصح الأمة للحاكم وعزله واستبداله إذا لزم الأمر سابعا دور الإمام في تحقيق المبادئ الإسلامية في تحقيق الأمن والعدل والمساواة فضلا عن إعطاء مساحة من الحريات والممارسات في ظل التنوع الديني